ويا مرحبا عند من مدت بالعز والجود، يسعد الامل لفاه الضيف في كل الاحيان. حسن ولد مصلد ابو فيصل يسود ويقود، قايد وله بين كل الناس مبدا وعنوان، قايد وله بين كل الناس مبدا وعنوان. السلام ورحمة الله. في هذه الليلة المباركة نرحب بجميع الضيوف اللي جايين على حفل زواج ابننا سلمان، نقول سلمان عروسه بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، نسأل الله أن يعمر بيته وأن يرزقه الذرية الصالحة. ونرحب بجميع الضيوف ونهني في هذه المناسبة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 94، ونسأل الله أن ديم الأفراح على الجميع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه الليلة الكريمة المباركة نزف أطيب التهاني وأغلى التبريكات للابن سلمان، ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لهما وبارك عليكما وجمع بينهما في خير. ثانيا نرحب بكل من حضر من القبيلة أو من خارج القبيلة، ولا ننسى في هذه المناسبة المباركة أن نهني ونشكر أخونا موسى على ما يقوم به من جهد،
وتحياتي لكم جميعا، والله يحييكم، مرحبا ومسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المبروك لابن سلمان، ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. المبروك يا سلمان ودامة الأفراح، ومرحبا ألف بالجميع. سلمان الحياة، سلمان الوناسة، سلمان الحب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة نتقدم لقيادتنا الرشيدة ونبارك لهم باليوم الوطني أو الذكرى الوطنية للمملكة العربية السعودية، وكذلك نبارك لفارس هذه الليلة سلمان بن حسن، ولأسرة آل سيف علي كافة، وعبد الله حسن وأبنائه، ونبارك لهم بالزواج، ونسأل الله أن الله يسعدهم ويجعل الزواج مبارك، ونقول لهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد نبارك لحكومة رشيدة مولاي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ونبارك لنا بحلول اليوم الوطني الذكرى 94 للسعودية. سأل الله أن الله يجعلها من تقدم في تقدم، ويحفظ لنا ولاة أمورنا، وأن يديم الأمن والاستقرار. الشيء الثاني نبارك لأنفسنا ونبارك لأبو فيصل وأولاده والعريس سلمان بمناسبة الزواج ابنهم سلمان. سأل الله أن الله يجمع بينهم على خير وفي طاعة الله ورضاه، وأن يرزقهم المال والبنون والذرية الصالحة. ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم بخير. بسم الله، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يديم الأمن والأمان على وطن الحرمين الشريفين، ونقول في هذه الليلة نبارك للعريسين، ألف مبروك لهم، والله يوفقهم ويبني بيتهم ويرزقهم بالذرية الصالحة إن شاء الله. ألف مبروك يا سلمان، الله يجمع بينكم بخير، من كل مال ومن العيال. ألف ألف مبروك يا سلمان، والله يوفقك يا ابن بيتك. ألف مبروك يا سلمان. ألف ألف مبروك يا سلمان، الله يوفقك ويبني بيتك. ألف مبروك يا أخوي سلمان، الله يتمم لك على خير ويبني بيتك ويجعلها بيت الصيب والنصيب. ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. مبروك على عمي سلمان، إن شاء الله يوفقه. مبروك مبروك يا سلمان، الله يوفقك إن شاء الله، حياة زوجية سعيدة إن شاء الله. في مرسى ملي شمر ساعد الجد ويسود سلمان يا بن حسن مصلط ويا حي سلمان. سلمان يا اللي حضرنا له جماعات ووفود أصحاب وأخوان واللي من قرابات وعيان. مبروك يا مرحبا مرحبا، ترحيبة الطيبة والعود.
بعبد الله مقدرا بين الاجاويد معدود، ونشهد انه بعد من خيرة اصحاب واعوان، سلطان مثل الرصيد اللي في البنك مرصود، وابشر مع بدهن والعود وطياب ريحان، ومحمد اللي سما بالعلم ويجد ويرود، حي الله اللي سبق مبروك مبروك
يسود ويقود قايد وله بين كل الناس مبدأ وعنوان. كم قد سعى لاجله خدمة ربعه بجاه وجهود ما يدخر لاجلهم عزم ولا كلة ايمان. ذاك الذي يردع اهل الشر ويثور بارود واللي يجي معتذر يبشر مع الصبح بإحسان. مبروك مبروك
شكر على الطيب محمود صفى لقرنين يا نعمين شبان وشيبان ولا العالم مجدهم في حاضر وماضي عهود مجد بنوها الجدود وشيدوا خير بنيان في حاضر الوقت هم من خير ضباط وجنود يحمون حتى الوطن من كل غادر وخوان صلاة ربي عدد مسار وعدان بيت النسب من مراوي
يسود ويقود قايد وله باينه كل الناس مبدا وعنوان. كم قد سعى لاجله خدمة ربعه بجاه وجهود ما يدخر لاجلهم عزم ولا كلة ايمان. ذاك الذي يردع اهل الشر ويثور بارود واللي يجي معتذر يبشر مع الصبح بحسان. واولاده اللي على مبدأ حكام وشهود ماضي
يظهر الناس وتبان وبيت النسب من مراويس العرب ناس لوجدود عبد الله بن حسن من شيد وثبت اركان بيت النسب من مراويس العرب ناس لوجدود عبد الله بن حسن من شيد وثبت اركان
حياكم الله على الرحب والسعادة. يا مرحبا بالجميع. ناورا لذيق الوقت مختصرين الحفل الخطابي على ثلاث قصائد. القصيدة الأولى مسجلة للشاعر الحاضر الغايب حسين أبو صقر، يبارك للجميع ويديكم هذه القصيدة المسجلة. شوفوا القصيدة شباب شغلوها. قصيدة مختصرة يقول فيها: يا الله
الآن قصيدة للشاعر ضيف الله بن شيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحبوا يا ضيفان الله يحييكم. فرحي بالغلا عند راعي الترحيب أبو فيصل، دعانا وحضورنا له من بعيد ومن قريب ما أنا في عذر. والقصيد والكلام جديد من سبقونا وفوا، ومن سيأتون بعدنا لديهم الأجمل ولديهم الأجدر بلا شك. We
صح الله لسانك. الآن مع الشاعر حسين البركات. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. في البداية نقول الله يحيي الضيوف باسم أبو فيصل وباسم الجماعة جميعا، الله يحييكم. رجال من خارج القبيلة مرحبا بكم. الحقيقة المقام أكبر من المقام. نبارك لسلمان ونقول له بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير. لا 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 لا. يا أبو فيصل يعلم الله خلق البشر أن لك في داخل قلوبنا حب وقدر. لجودي لو اعتذر ما وقف ما لي عذر. كيف نعبد على الدار وانت موسى القبيله من مطالق القبيله ومن شيخانا. بالمناسبة
يساعد الجد ويسود سلمان يا بن حسن مصلط ويا حي سلمان سلمان يلي حضرنا له جماعات وفود أصحاب وأخوان واللي من قرابات وعيان مبروك مبروك والله يجعلك دوم في زود عريسنا اللي مقام عالي القدر والشان يا مرحبا مرحبا ترحيبة الطيب والعود يا مرحبا يا ضيوف شرفوا كل ميدان يا مرحبا مرحبا ترحيبة الطيب والعود يا مرحبا يا ضيوف شرفوا كل ميدان يا مرحبا والوفا له للوفا عهد معهود في حاضر الوقت ولا من على ماضي زمان يا مرحبا عد همنا مع برق ورعود يسقي قلوب البشر بالخير والصحة الأبدان يسود ويقود قايد وله بين كل الناس مبدأ وعنوان كم قد سعى لاجل خدمة ربعه بجاه وجهود ما يدخر لاجلهم عزم ولا كل تيمان ذاك الذي يردع أهل الشر ويثور بارود واللي يجي معتذر يبشر مع الصبح بإحسان وأولاده اللي على مبدأ حكام وشهود ماضينا
يا مرحبا مرحبا ترحيبة الطيب والعود، يا مرحبا يا ضيوف شرفوا كل ميدان، يا مرحبا والوفا لأهل الوفا عهد معهود، في حاضر الوقت ولا من على ماضي زمان، يا مرحبا عد همنا مع برق ورعود، يسقي قلوب البشر بالخير والصحة الأبدان. حضرنا له جماعات وفود أصحاب وأخوان.
يسود ويقود قايد ولا باينه كل الناس مبدا وعنوان كم قد سعى لاجل خدمة ربعه بجاه وجهود ما يدخر لاجلهم عزم ولا كلة ايمان ذاك الذي يردع اهل الشر ويثور بارود واللي يجي معتذر يبشر مع الصبح بإحسان واولاده اللي على مبدأ حكام وشهود ماضين في ما مضى منه ولو كان مكان فيصل على كفك اليمنى تلاقي مقدام قوم لهم ذكر على الطيب محمود صفال